خليني اروح مع حضرتك لسؤال اخر، يعني هل هناك مد بالفعل لمبادره دعم السياحه الداخليه في مصر اللي انطلقت منذ شهر يناير الماضي اللي هي تحت عنوان شتي في مصر؟ فعلا احنا مديناها بالتعاون مع وزاره الطيران، وزاره السياحه ووزاره الطيران المدني. مدينا المبادره دي لغايه 15 مايو مبدئيا بنفس التخفيضات اللي بتبقى في شركات الطيران وبنفس التخفيضات اللي هتبقى في الفنادق لغايه 15 مايو، ومديناها شهرين كمان. يعني تذكره مره اخرى يا استاذ رامي، الطيران كمان نفس الاسعار المخفضه لحد شهر مايو. بالظبط يا فندم، الطيران مخفض بالاسعار بتاعته نفس اللي كان بيبقى فيه في اجازه نص السنه. التخفيضات اللي هي بتبتدي من 1500 لغايه 2000 جنيه اعلى تذكره طيران، اللي هي القاهره مرسى علم وشرم الشيخ والغردقه، من 1500 ل 1800. ده حتى في الاعياد يا استاذ رامي، يعني حتى في الاعياد احنا داخل علينا فتره اعياد قادمه، يعني كل سنه وحضرتك طيب. فكره انه الاعياد والناس بعد رمضان بتحب تسافر وتقضي وقت في مرسى علم، في شرم الشيخ، في الغردقه، في العديد من المدن الساحليه في مصر، ده هيكون بنفس الاسعار؟ نفس الاسعار يا فندم بكل حاجه لغايه 15 مايو. انما يعني اللي عايز يحجز بقى في فتره العيد يبتدي يروح يحجز دلوقتي في شركه السياحه بتاعته او شركه الطيران، عشان ما يجيش في الاخر يقول بقى ما فيش اماكن او ما فيش اماكن على الطيران. طيب خليني اختم مع حضرتك اسئلتنا، يعني اسال حضرتك عن ان احنا عارفين ان في اكتشافات اثريه وترميمات رغم جائحه فيروس كورونا، اثر ذلك على ترويج الحركه السياحيه بالخارج رغم جائحه فيروس كورونا؟ بص، هو بالتاكيد كل اكتشاف اثري بيتعمل في مصر هنا حاليا دلوقتي زي ما انت شايفه، اذا كان في سقاره او في الاقصر او تبر في اي بقعه من بقاع الجمهوريه، ده بيبقى له اثر طبعا ومردود دولي، لان ما فيش حاجه انت بتطلعيها من تحت الارض غير لما بيبقى الميديا العالميه اوريدي بتنشرها. فحاليا طبعا انت عارفه ان موقف السياحه الدوليه على مستوى العالم كله، مش على مستوى مصر بس، حاليا متوقف. ولكن هي دي النبضات بتاعت الاكسجين اللي احنا بنديها لجسد السياحه المصريه لغايه بس ان شاء الله ما كل حاجه ترجع تاني، عشان نفضل موجودين على الميديا الدوليه. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ رامي، بشكرك استاذ رامي فايز، عضو غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر ومرسى علم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. شكرا لحضرتك.